المشاكل الخاصة بقياس الدخل السنوي. يواجه المحاسب عند قياس الدخل وإعداد قائمة الدخل مشاكل كثيرة، منها التسويات المتعلقة بفترات محاسبية سابقة، المكاسب أو الخسائر غير العادية، معالجة البنود الاستثنائية أو ما تسمى بالبنود فوق العادية، معالجة نتائج الأنشطة الاقتصادية المستبعدة، تغيير تطبيق المبادئ المحاسبية، التغير في التقديرات المحاسبية. أولاً، التسويات المتعلقة بفترات محاسبية سابقة. قد يكتشف المحاسب خلال إعداده للقوائم المالية في نهاية الفترة المالية الحالية، قد يكتشف أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت في قياس الدخل عند إعداد القوائم المالية لفترات محاسبية سابقة، وقد يكون هذا الخطأ ناتج من، على سبيل المثال، السهو مثلا في حساب استهلاك بعض الأصول الثابتة، الخطأ في احتساب الاستهلاك المتعلق بتلك الأصول، الخطأ مثلا في تحديد تكلفة البضاعة المباعة، الخطأ الناتج مثلا عن عدم إعداد تسوية جردية خاصة بمصروف معين أو إيراد مستحق أو مقدم لفترات محاسبية سابقة. مثل هذه الأخطاء التي اكتشفها المحاسب أثناء إعداده للقوائم أو لقائمة الدخل في نهاية الفترة المالية الحالية، هذه الأخطاء تخص فترات مالية سابقة، ولا يمكن للمحاسب أن يعود للقوائم المالية السابقة أو لقائمة الدخل في الفترات المالية السابقة فيقوم بتعديل هذا الخطأ. أيضا لا يمكن تعديل هذا الخطأ عن طريق قائمة الدخل خلال الفترة المالية الحالية، وذلك لاستقلال السنوات المالية المحاسبية. فكيف تكون إذن معالجة تلك الأخطاء التي يكتشفها المحاسب أثناء إعداده كما ذكرنا للقوائم المالية عن الفترات المالية الحالية والتي تخص فترات مالية سابقة؟ كيف يعالج أو كيف تعالج مثل هذه الأخطاء؟ يتم معالجة مثل هذه الأخطاء عن طريق إضافتها إلى رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة، لأنه من الطبيعي أن صافي الدخل السنوي الناتج في نهاية أي فترة مالية معينة يتم إقفاله أو ترحيله إلى قائمة الأرباح المحتجزة، وبالتالي فإن أي خطأ حدث في احتساب الدخل يخص فترات مالية سابقة لا يمكن بأي حال من الأحوال معالجته عن طريق قائمة الدخل أثناء الفترة المالية الحالية أو في الفترة المالية الحالية، بل يتم تحميله أو إضافته إلى رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة، وذلك حتى لا تؤثر على رقم صافي الدخل للفترة المالية الحالية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الخطأ مثلا عبارة عن عجز في مصروفات السنوات السابقة، المحاسب قام باحتساب مخصص استهلاك السيارات لفترة مالية سابقة بأقل مما يجب بمقدار 2000 ريال، هذا يعني أن المصروفات التي تم احتسابها أو التي تم مقابلتها بإيرادات الفترات المالية السابقة جاءت بأقل مما يجب بمبلغ 2000 ريال، وهذا معناه أن صافي الدخل للفترة المالية السابقة التي حدث فيها هذا الخطأ كان أكثر مما يجب بهذا المبلغ. واكتشف المحاسب أثناء إعداده لقائمة الدخل في نهاية الفترة المالية الحالية اكتشف هذا الخطأ، فكيف يتم إذن معالجة هذا الخطأ؟ هذا الخطأ أدى إلى زيادة صافي الدخل للفترات المالية السابقة، وبما أن صافي الدخل هذا تم إقفاله في حساب الأرباح المحتجزة مما أدى إلى زيادة رصيد حساب الأرباح المحتجزة، إذن معالجة هذا الخطأ يتم عن طريق تخفيض حساب الأرباح المحتجزة بجعله مدينا، وزيادة حساب مخصص استهلاك السيارات بجعله دائنا كما يظهر من القيد الموجود أمامكم. أيضا إذا كان الخطأ يمثل زيادة في مصروفات السنوات السابقة تكون المعالجة بالعكس، هذه الزيادة أدت إلى زيادة المصروفات ومعناها نقصان صافي الدخل في الفترات المالية السابقة، إذن
يجب معالجة مثل هذا الخطأ عن طريق إضافته إلى رصيد الأرباح المحتجزة بجعل حساب الأرباح المحتجزة دائنا وحساب المخصص مدينا. أيضا إذا كان الخطأ يمثل عجز مثلا في حساب إيرادات سنوات سابقة، يجب إضافة هذه الإيرادات إلى حساب الأرباح المحتجزة. أيضا إذا كان الخطأ يسبب زيادة في حساب إيرادات السنوات السابقة، تكون المعالجة عكس المعالجة السابقة بتخفيض حساب الأرباح المحتجزة وجعل هذا الحساب أو حساب الإيراد دائنا بتلك الإيرادات التي لم يتم تحميلها. هذه التسويات المتعلقة بفترات محاسبية سابقة ستؤدي إلى تعديل رصيد حساب الأرباح المحتجزة في بداية الفترة كما ذكرنا، إما بتخفيضه أو زيادته حسب تأثير هذا التعديل، ويتم عرض ذلك على النحو التالي: قائمة الأرباح المحتجزة، رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة، يتم إضافة أو خصم التعديلات الخاصة بتسويات فترات محاسبية سابقة، أي الأخطاء التي تم اكتشافها أثناء إعداد القوائم المالية للفترة المالية الحالية والتي تخص فترات مالية سابقة، يتم معالجتها إذن عن طريق تعديل رصيد الأرباح المحتجزة في بداية الفترة سواء بالزيادة أو النقص على حسب المعالجة. ثم بعد ذلك سيترتب على ذلك رصيد الأرباح المحتجزة المعدل في بداية الفترة، يضاف بعد ذلك أو يطرح صافي الدخل أو الخسارة عن الفترة المالية الحالية، نصل إلى رصيد الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة، وذلك بعد أيضا تعديله بالاحتياطيات أو توزيع أو بعد خصم الاحتياطيات أو الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها على النحو الذي سيتضح في الفقرات المالية في الفقرات التالية. المشكلة الثانية: المكاسب أو الخسائر غير العادية الناتجة من الأنشطة التي تمارسها الشركة ولا ترتبط بالنشاط الرئيسي. تمثل المكاسب أو الخسائر غير العادية تلك البنود الناتجة عن أحداث أو عمليات تختلف بدرجة كبيرة عن الأنشطة العادية أو الأنشطة الرئيسية للمنشأة ولا ترتبط مباشرة بالعمليات الأساسية للمنشأة. إذن المكاسب أو الخسائر غير العادية هي عبارة عن أنشطة غير مألوفة أو معتادة الحدوث، وأيضا لا ترتبط بالنشاط العادي للمنشأة أو ترتبط به بشكل عارض، فهي غير متكررة الحدوث أي نادرة الحدوث، ومن ثم يصعب توقعها أو التنبؤ بها. ومن أمثلة هذه المكاسب أو الخسائر غير العادية الخسارة الكبيرة التي تحدث نتيجة الانخفاض الكبير مثلا في قيمة المخزون، أو المكاسب والخسائر التي تحدث مثلا نتيجة التقلبات التي تحدث في أسعار صرف العملات. مثل هذه البنود يجب أن تظهر مع الإيرادات والمصروفات العادية والمتكررة، فإذا كانت هذه البنود جوهرية وأهميتها النسبية كبيرة فيجب الإفصاح عنها بطريقة مستقلة، وذلك قبل معالجة نتائج الأنشطة المستبعدة أو البنود فوق العادية أو الاستثنائية.